طلابنا الحلوين في الثانوية العامة شعبة الأدبي والعلمي بجزئياها اللي هم علم رياضة وعلم علوم. عندنا بكرة امتحان الاستاتيستكس إن شاء الله. امتحان الاستاتيستكس من المفترض إن هو جاي 17 سؤال كلهم تشوز، تمام؟ في ورقة مفاهيم هتبقى موجودة معاك في امتحان الاستاتيستكس. بعيدا عن ورقة المفاهيم وقبل ما ندخل عليها، احنا لازم نكون حافظين الرولز بتاعتنا كويس، فمعنا هنا شرح في الفيديو دوت للرولز بتاعت المنهج كله. طيب تشابتر 2، انا بدأت بتشابتر 2 مش بشابتر 1، ماشي؟ تشابتر 2 عندي قانون اليونيون، واليونيون بتبقى اور او اتليست وان اوف ذيم. اليونيون اللي هي probability of A plus probability of B minus الانترسكشن. ومن هنا ناخد معلومة بسرعة كده ان probability بتاعت الانترسكشن هي ال A plus ال B minus اليونيون، العكس بتاعتها. في عندي رول السبسيت. سبسيت يعني لو انا عندي set موجودة جوه another set، يعني انا عندي هنا A subset of B، يبقى دي هنا ال A كده وال B هي الكبيرة. فطبعا هنا ال B اكبر من ال A، فلما يجي يقول انا عايز الانترسكشن تبقى الصغيرة ويبقى probability of A، لما يقول انا عايز اليونيون يبقى الكبيرة وهي probability of B. والعكس بتاعها اللي هي السوبر سيت، اللي هي عباره عن لما يجيب لك شكل السبسيت مقلوبه ويقول لك ان البي هي اللي سبسيت من الاي او الاي انكلودنج البي، وبرده دي معناها ان البي هي الصغيره والاي هي الكبيره. فهنا يبقى الانترسكشن هو الصغيره واليونيون برده هو الاي الكبيره. بعد كده في عندي حاجه اسمها الموتشوال اكسكلوسيف ايفنتس. الموتشوال اكسكلوسيف ايفنتس يعني الانترسكشن بتاعهم بفاي، ومعنى ان الانترسكشن بفاي يبقى البروبابيلتي اوف انترسكشن بزيرو. ومن هنا لو جينا نبص في الرول ده كده اللي فوق، ان اليونيون هي A بلس ال B ماينس الانترسكشن. في الموتشوال اكسكلوسيف طالما الانترسكشن بزيرو اصلا يبقى انا ممكن ما اكتبوش خالص، ده كده كان ملوش لازمه، فيبقى A بلس B بس. اتفقنا كده؟ طيب وعندي بعد كده الكومبلمنت ايفنتس. والكومبلمنت ايفنتس اللي هي بيرمز لها بالرمز داش يعني النون اوكيرنس اوف اي، يعني كل حاجه ما عدا اللي معمول عليها داش. فيقول لك probability of A النون اوكيرنس اوف A، probability of A داش يعني 1 minus probability of A. والنون اوكيرنس اوف B معناها probability of B داش يعني 1 minus probability of B. وعلى فكره ال A داش بلس ال A يعني 100% اللي هي ب 1، البروبابيلتي بتاعتها ب 1. نيجي للجزئية difference اللي هي لما يجي يقول لك انا عايز only A، يعني عايز A and the non-occurrence of B. probability of A minus B هي probability of A minus intersection. وساعات يجيبها على الشكل ده، لما يقول لك probability of A intersection dash معناها انا عايز probability المش ميت داش داشة minus intersection ما بينهم. شوف اللي بعديها probability of A dash intersection B، يعني probability اللي مش متدشدشه minus intersection، وهي كده تبقى probability of B minus A او only B او B and non occurrence of A. probability of A هي A intersection A difference B plus ال intersection، لان ده كان الناحية التانية، وال B نفس الكلام. اليونيون هو A minus B plus B minus A plus الواحدة intersection. نيجي بعد كده ال non occurrence of the two events A and B. لما يجي يقول لك probability of A intersection B الكل داش، يعني ال non-occurrence of A and B مع بعض هو 1 minus الانترسكشن، او probability of A داش union B داش. وكنا هنا بنقول لما نلاقي الداش على ال A والداش على ال B وبينهم union نرفع الداش بره زي كده، تمام؟ وتبقى intersection، يعني 1 minus probability of A intersection B، تمام؟ نكمل مع بعضينا. رول نمبر 9، النون اوكيرنس اوف ذا تو ايفنتس A اور B، يعني probability of A و B يونيون الكل داش، يعني انا ولا عايز ال A ولا عايز ال B، يبقى 1 minus probability of A union B. وقلنا لما نلاقي داش على ال A وداش على ال B وبينهم intersection نرفع الداش بره ونقلبها يونيون. بعد كده عايز الاوكيرنس اوف ذا ايفنت with non-occurrence of the other، يعني عايز الoccurrence of A بس B لا، فده كده اللي هو difference. بس يجي يقول لك ايه، انا عايز occurrence of one of them. one of them يعني ايه؟ يعني A من غير ال B او B من غير ال A، ده معناها union minus intersection، تمام؟ في بعد كده ثلاث
جزئيات وكانوا موجودين في النص الثاني من شابتر 2. اول حاجه الكونديشنال بروبابيليتي. الكونديشنال بروبابيليتي اللي هي بروبابيليتي بتاعت حاجه ان كونديشن اوف حاجه ثانيه، زي دي كده probability of A in condition of B، مش بنقولها A slash B، لا A in condition of مين؟ B. والprobability of A in condition of B هي probability الانترسكشن over التاني، probability الانترسكشن over مين؟ التاني. ودي كلها rules مشابهة أو مستخرجة من الرول الأولاني، اتفقنا كده؟ كمان حاجة في حالة الconditional probability الانترسكشن بتساوي إيه؟ equals probability of A in condition of B times ال probability of B. وحبايبنا بتوع علم الرياضة ياخدوا بالهم ان دوت مستخرج من القانون ده كده، لو وديت دي بالديفايد وديت الناحية التانية بالمالتبلاي هتبقى تايمز، تمام؟ وال A intersection B هي برضو probability of B in condition of A times ال A. ده كده ال conditional probability. في عندي بقى حاجة اسمها dependent events و independent events. في حالة الـ independent events وانا بتكلم هنا، شوف شوف في الجزء اللي تحت rule number 13، الـ independent events يعني الـ intersection هو عبارة عن الـ times ما بين A و B، تمام كده؟ طيب وكمان حاجة الـ intersection بقى في حالة الـ dependent events هو not equal الـ A times B، يعني لو عملت A times B وطلعوا equal تبقى dependent، طلعوا not equal تبقى independent، فأنا كده؟ طيب كده احنا خلصنا الرولز بتاعت شابتر 1 شابتر 2 سوري، وهندخل دلوقتي على الرولز اوف شابتر 1 اللي احنا كنا سبناه. في شابتر 1 هو بيتكلم عن ثلاثة رولز بس، والثلاثة رولز دول اللي هم كانوا بيتكلموا عن الكوريليشن، وقلنا قبل كده ان كلمة كوريليشن يعني ريليشن، تمام؟ والريليشن بنحسبها بتلاتين اتنين، قانون بيرسون او قانون سبيرمان. الكوريليشن عندي ممكن تطلع في ناحية البوستيف تبقى دايركت، تطلع في ناحية النيجاتيف تبقى انفرس. لو طلعت من 0 ل 0.4 تبقى ويك، من 0.4 ل 0.6 تبقى مودريت، من 0.6 ل 0.9 تبقى سترونج ريليشن. وكذلك نفس الفاليوز دي بس بالنيجاتيف تبقى ايه؟ ويك، مودريت، سترونج. لو في حالة البوستيف تبقى دايركت، لو حالة النيجاتيف تبقى انفرس، مع العلم ان انا لو وصلت للوان نفسه او النيجاتيف وان نفسه ابقى وصلت لحالة البرفكشن، يعني كده بيرفكت. لو في ناحية البوستيف بيرفكت دايركت، وفي حالة النيجاتيف بيرفكت انفرس. نيجي بعد كده نحسب الكوريليشن، بنحسبها ازاي؟ قانون بيرسون قال لحضرتك انا عندي ان، والان دي اللي هي نمبر اوف فاليوز، نمبر اوف values summation x y minus summation x summation y over 2 square roots، واحد لل x وواحد لل y، square root ال n summation x squared minus summation x الكل square. وحبايبي برضو يفتكروا مع بعضنا بتوع علم الرياضة ان هنا summation x الكل squared غير summation x squared. summation x squared دي حاجة يعني البلس بتاعت x squared، اما دي summation x الكل بارتو. والجزء الثاني ان summation y squared minus summation y الكل squared. احيانا في بعض المسائل يجيب لي حاجة اسمها الاكس بار. مين هي الاكس بار؟ الاكس بار هي summation x over n. مين هي الواي بار؟ هي summation y over n، تمام كده؟ نيجي الطريقة التانية القانون سبيرمان، والطريقة التانية سبيرمان ده راجل جميل جدا وعظيم جدا، كان بيقول ان ال R equal 1 minus 6 summation D squared over N في N squared minus 1. الديفرنس دي اللي هي الديفرنس ما بين الرانك اوف X والرانك اوف Y، مش ال X وال Y. الرانكس يا ولاد دي بتتكلم على الترتيبات، يعني انا لازم ارتب ال X وارتب ال Y من الصغير للكبير ولا من الكبير للصغير يا مستر؟ لا براحتك، من الصغير للكبير ماشي او من الكبير للصغير. اخر حاجة او اخر جزئية عندي في يونت 1 كان بيتكلم عن الريجريشن لاين. الريجريشن لاين y equal a plus bx. طيب مين هي الـ a اصلا؟ الـ a كأنك عملت equation وديت الـ bx الناحية التانية، يبقى summation y minus الـ b summation x over الـ n، اللي الـ n اللي هي number of values، والـ b هي كأنك بتقول النص الاولاني من قانون بيرسون. النص الاولاني من قانون مين؟ بيرسون، اللي هي n summation x y
ماينس سميشن اكس سميشن واي اوفر ان سميشن اكس سكويرد ماينس سميشن اكس الكل سكويرد. بس خلي بالك ان في النص الاولاني من قانون بيرسون ما بتستعملش السكوير روت، يعني ما فيش تحت سكوير روت، اكتبه من غير السكوير روت. ماشي، وكده خلص معانا تشابتر 1. نبقى خلصنا تشابتر 1 و 2 ونخش على تشابتر 3. تشابتر 3 ديسكريت راندوم فاريبل. تشابتر 3 بيتكلم على جزئيتين، حاجه اسمها ديسكريت راندوم فاريبل وحاجه اسمها الكونتينوس راندوم فاريبل. الديسكريت راندوم فاريبل اللي هو المين، يطلب مني فيها المين او الاكسبكتيشن، المين اللي هي الميو رمز لها بالرمز ميو سميشن اكس اف اوف اكس. يعني ايه الحته دي عشان هتقابلنا بعد شويه في الامتحانات؟ يعني الاكس ملتبلاي الاف اوف اكس والاف اوف اكس اللي هي البروبابيلتي مضروبين في بعض، واجيب السم بتاعت الفاليوز. يعني انا عندي اول فاليو الاكس والاف اوف اكس وتاني فاليو وتالت فاليو ورابع فاليو اعملهم كلهم بلس. عندي بعد كده السيجما سكويرد. السيجما سكويرد دي اللي هي الفاريانس. السيجما سكويرد سميشن اكس سكويرد اف اوف اكس ماينس الميو سكويرد. الستاندرد ديفيشن اللي هي السيجما هي سكوير روت سيجما سكويرد. يعني انا السيجما سكويرد لو عملت لها سكوير روت تبقى سيجما اللي هي اللي انا لسه جايبها من اللي قبليها يعني. وفي كوفيشنت اوف فاريشن اللي هي السي، هي عباره عن سيجما اوفر ميو تايمز 100 الكل بيرسنت. انا بحسب دي يا اولاد على الكالكليتر وبعدين اطلع الانسر اللي اكتبها. لو هي مثلا 3.23 مثلا الزق جنبيها علامه البرسنت كده. ده كده السي او الكوفيشنت اوف فاريشن. تمام، نخش على second part of chapter 3 اللي هو continuous random variable. continuous random variable هي عبارة عن، كان بيجيب لي المسألة عشان نفتكر شكلها أو نعرف شكلها، لما يجيب لك f of x ويعمل كده ويكتب equation when x belongs to أو x greater than 1 less than 2 وبعدين equation تانية ويكتب لك إن ال x greater than or equal 2 less than or equal 3 مثلا، ويكتب لك هنا 0 otherwise. لما تلاقي 0 otherwise دي يبقى احنا بنتكلم في الجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي دي، اللي هو انا هعمل ايه دلوقتي؟ هروح ارسم الرسمه ويطلع الرسمه بتاعتي ليها شكل من الجيومتريك فيجرز اللي احنا عارفينه. ممكن تطلع عامله كده وده شكل تراينجل، ممكن تطلع عامله كده شكل ريكتانجل، ممكن تطلع عامله كده شكل ترابيزيوم. في كل هذه الحالات وفي كل هذه الفيجرز بتاعتنا دي الريجولار فيجرز العاديه اللي عندنا، في كل الاشكال دي احنا بنروح نجيب الاريا، الاريا اندر ذا كيرف. طب وانا هجيب الاريا ازاي؟ اقول لحضرتك حاجه الاول، الدينستي فانكشن، او لما يجي يسالك هل هي دينستي فانكشن ولا لا، الدينستي فانكشن ان انا لما اجيب الاريا اندر ذا كيرف لازم تطلع بكام؟ 1. لو طلعت ب 1 تبقى دي كده الدينستي فانكشن، ما طلعتش ب 1 تبقى نوت دينستي فانكشن. طب يا مستر ماشي انا عرفت دي، اجيب بقى الاريا ازاي؟ عشان انا ناسي القانون ده، الاريا اوف ذا تراينجل هاف تايمز بيس تايمز هايت، اريا اوف ا سكوير سايد باي سايد، اريا اوف ريكتانجل لينث باي ويدث، area of trapezium half times base 1 plus base 2 multiply the height. وحبايبي بتوع علم الرياضه فاكرين كويس قوي ان الجزئيه دي اسمها الميدل بيز. تيجي انت تقول لي هو انت كل شويه تقول علم الرياضه علم الرياضه علم الرياضه؟ انا بس عشان يا اولاد الماده دي كلها ريليتد بالارقام، فطلبه علم الرياضه بيبقوا فاكرين ازاي يتعاملوا مع المسائل، طلبه علم علوم وادبي بيخافوا جدا من الارقام شويه، ولو ان دوت شيء مش حقيقي لان الاستاتستكس ماده سهله جدا والاسئله بتاعتها ان شاء الله كلها جايه مباشره ومش هتخرج من الشيتس بتاعتنا ان شاء الله اللي هحلها معاكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. تمام، تشابتر 4 بيتكلم عن النورمال ديستريبيوشن. وفي النورمال ديستريبيوشن بص كده انا بكاتب ايه؟ ستاندرد نورمال ديستريبيوشن اللي هو زد، يبقى انا كل شغلي على الزد. وكاتبين هنا ان ده الزد سكور او بوبوليشن، عندي البوبوليشن اللي هي الاكس، اما الزد سكور اللي احنا هنشتغل عليه دلوقتي بيقول ان الاريا اندر ذا كيرف كله لازم تطلع بكام؟ ب 1. النص اليمين دوت ب 0.5، النص الشمال ده ب 0.5. كونستانت يا مستر؟ ثابته؟ اه ثابته طبعا، ب 0.5 ثابته مش هتتغير. ماشي. طيب في بعد كده وانا شغال هتلاقيه جاب لك حاجه اسمها الاكس، يعني هو جاب لك ان البروبابيلتي بتاعت الاكس
greater than او less greater than مثلا اي حاجه 40 و less than or equal 50 مثلا. انا ما اقدرش اشتغل بالاكس دي، لازم احولها اخليها زد. طب ازاي احول الاكس اخليها زد؟ بعمل الرقم اللي عندي ماينس ميو اوفر سيجما، عشان الاكس تتحول لزد بعمل ماينس ميو اوفر ايه سيجما، تمام؟ فتتحول الاكس لايه؟ لزد. كده احنا خلصنا مع بعض الرولز بتاعه تشابتر 4 كمان، يعني خلصنا الرولز بتاعه المنهج كله في فيديو حوالي 16 دقيقه، وهنقعد نحل مع بعضينا امتحان واتنين على الاستاتستكس. ان شاء الله تخش الصبح ما تلاقيش حاجه بره الامتحانات دي ان شاء الله خالص خالص، ولا بره الرولز بتاعتنا دي. شكرا.